ربما يعتبره البعض سؤالاً ساذجاً فإجابته بديهية، لكنه بعد نحو 80 عاماً من إسقاط أول قنبلة نووية على الإطلاق في اليابان بات سؤالاً منطقياً ويستحق إجابة تفصيلية. ماذا يحدث عند انفجار القنبلة النووية؟ وكيف يتأثر الناس داخل المدينة المنكوبة؟ الدمار والخراب وتآكل كل ما هو حي ومحو المدن بأكملها قد تكون إجابة متسرعة للغاية على السؤال. فعندما تنفجر القنبلة النووية فإنها تطلق وميداً من الضوء وكرة نارية برتقالية عملاقة وموجات صادمة تدمر المباني. يمكن أن يقتل الأشخاص الموجودون في مركز الانفجار في نطاق نصف ميل بالنسبة لقنبلة بقوة 300 كيلوطن على الفور، بينما يمكن أن يعاني الآخرون الموجودون في المنطقة المجاورة حروقاً من الدرجة الثالثة. أما انفجار نووي بقوة 1000 كيلوطن فيؤدي إلى حروق من الدرجة الثالثة حتى مسافة 5 أميال، وحروق من الدرجة الثانية حتى مسافة 6 أميال، وحروق من الدرجة الأولى حتى مسافة 7 أميال. يمكن أيضاً أن يعاني الأشخاص الذين يبعدون مسافة تصل إلى 53 ميلاً العمل مؤقت.